الجزائر اليوم. اشترك الآن. صرح الفنان الفكاهي الحاج الأخضر أنه سيكون هنالك موسم جديد لمسلسل عمارة الحاج الأخضر، وأضاف مازحا: كمال بوعكاز يجب أن يكون حاضرا في الفيلم وإلا سنمثله في السجن. ربي كما نقولوا نغتنم الفرصة باش الطفيل تاعنا كمال بوعكاز إن شاء الله ربي يطلقوا صريحه إن شاء الله، خاطرش راهو فنان ما كاين والو. كمال يجي عندنا ما انا راح نتورني العمارة ديسمبر، لازم كمال يجي تورني معايا الدادة السعيد، سينو العمارة ما كاينش. وإلا نروح ندي كاع العمارة ندخلوها الحبس ونتورني وذما الدخل. جزء آخر من العمارة. العمارة راه خلى ديجا راه كمال خلى لي الطفلة وحدي في الدار راني حاصل فيها، قولوا جي دي مرتو ويطلقوه عندنا هنا، راه ما دار والو، راه فنان مبدع وصاي وخلاص بقى الله خير.